حتى لو اعتذرت الريح سيبقى الغصن مكسورا. نعم لثقافة الاعتذار، خاصة عندما تأتي من قوي إلى ضعيف، فهي تجبر خاطره وترفع من معنوياته وتطفئ نيران غضبه وتعيد إليه بعضا من كرامته. ولكني مع ثقافة عدم الغلط، مع ثقافة التفكير قبل رمي الكلام، مع ثقافة وضع أنفسنا مكان الطرف الذي سنسيء إليه، وكم هو كبير حجم غلطنا بحقه. الكلمة مثل الرصاصة وربما أوقع، فالرصاصة قد تجرح ولكن الكلمة قد تقتل، تقتل مشاعر وأحاسيس وطموحات. وتذكروا أن انتزاع السهم قد يكون أوجع من اختراقه، وهذه حال الاعتذارات الباهتة والمتأخرة والمتكررة على نفس الإساءات.